احنا موجودين النهارده في حي السيده زينب في شارع تل العقارب، زي ما انتم شايفين شمال ويمين الشارع خيم الناس قاعدين فيها ليلهم بنهارهم، بيقولوا ان ليهم حق وعايزين ياخدوه ومعاهم الورق اللي يثبت ان ليهم حق نتيجه لان البيوت بتاعتهم اتهدت، واخدوا وعود انهم هيستلموا في منطقه اكتوبر. البعض استلموا كتير من الناس ما استلموش، حوالي 150 عيله زي ما انتم شايفين كده المشهد، الخيم بتاعتهم في الشارع. احنا بس اللي نازلين نوصله ان اللي ليه حق لازم ياخده، واللي ملوش حق او ما يثبتش حقه بالورق خلاص، لكن الاهم لازم نسمع صوت الناس دول. زي ما انتم شايفين القعدة في الشارع، النوم في الشارع، حتى بيتجمعوا مع بعض وقاعدين كده طول اليوم في الشارع زي ما انتم شايفين كده، والناس كلها ده الحال اللي سائد في المكان ده. معانا الحاجة فاطمة. ايوه. عندك كام سنة يا حاجة؟ عندي 30 سنة. 30؟ ايوه. ده انت لسه شباب بقى. الله يخليك يا رب، بس انا الحكومة بقى ظلمتني. اه، ايه اللي حصل؟ رموني في الشارع، خدوا الفرش بتاعي وهدوا عليه المكان، عنده اوضه هدوها وهدوا والفرش ما خدتوش. انت قاعده هنا بقالك قد ايه؟ انا من بقالي سنين وانا عايشه في البلد دي، وطلعوني لا خدت شمال ولا يمين، وخدوا الفرش بتاعي، فرشي خدوه. وقاعده فين دلوقتي انت يا حاج؟ في الشارع. زي ما انت كده؟ مرميه في الشارع. ليكي خيمه طبعا حاجه؟ ولا خيمه ولا حاجه، بنام على مرتبه في الشارع. ولا خيم ولا الدنيا اسم حاجه خالص. مالكيش اولاد يا حاجه؟ ما متدروشه مع ربنا، ماليش ولد ولا بنت. ربنا يديك الصحه يا رب. الله يخليك. ويعفو عنك. الله يخليك. تعرف بيك يا حاجه؟ السلام عليكم. اسم حضرتك ايه؟ اسمي زينب سعد عثمان، واختي معايا سيده سعد عثمان. اه. كنا مقيمين في بيتنا وقاعدين، وقالوا هيودوكوا مساكن وهيودوكوا شقه. انت كان عنوانك ايه بالظبط؟ 3 حاره الشناوي، معايا بطاقه ومعايا السرك اللي بقبض بيه، ومعايا عقد البيت، ومعايا وصل النور، ومعايا البطايق. خدها مني ساعه ما جاي طلعني من البيت، خد مني البطاقتين وما رضيش يديهم. طب ما هيقولوا يا حاجه ما انتوا مش من هنا وانتوا جايين قاعدين هنا بس عشان تاخدوا شقه. ليه؟ ما احنا معانا العقد بتاع البيت. معانا عقد بتاع البيت، معايا العقد بتاع البيت متسجل في الشهر العقاري، بقالنا من 25/5 واحنا مرميين في الشارع. وكل ما يجوا يقول لي يوم الحد هنشيلكم. انا عارفك. أنا عارفك، أنا عارف، أنتِ سيدة وزينب. أقول له طيب، إذا ما يكون بيسجدنا وبيسيبنا ويمشي. ربنا إن شاء الله يرجع لكم حقكم. يعني حرام كده، أنا عندي 66 سنة وأختي عندها 54 سنة نترمي في الشارع. عندك كم سنة يا عم مدحت؟ عندي 55. 55 سنة. موظف في مستشفى المنيرة العام. قاعد هنا من امتى في المكان ده؟ قاعد بقالي 35 سنة. عنوانك ايه بالظبط؟ عنواني 13 حارة الشناوي. 13 حارة الشناوي دي ورا هنا. ايوه فندم. طب بعض الناس ممكن يقولوا لك لا انت مش من هنا وانت مالكش حق وانت جاي بس قاعد كده. معايا شهادات ورقية، الكرتون اللي هم طلبوها في الحي موجودة معايا. ومعايا عقد ايجار موثق في الشهر العقاري. يعني معاك ما يثبت ان انت كنت عايش معايا ما يثبت، كل الورق اللي معايا ما يثبت ان هو على 13 حاره الشناوي. طب انت خرجت من البيت ازاي؟ خرجت من البيت حضرتك من 25 يوم، جالي الرئيس الحي برجاله اللي هم معاه، انت طلع اطلع اطلع يا ست، اطلع اطلع يا بنت، اطلع اطلع يا ابني يا صغير انت، طلعنا كلنا بره. طب يا بيه هتعمل ايه؟ قال لي اطلع بس اطلع بس اطلع، انا هشوف لك تصريف انت. قلت له طب ما حضرتك في اسره شالت العزال بتاعها ومشيت. قال لي طب اطلع بس انت كده، اطلع بس بعيد عن المكان. طلعت حضرتك انا واولادي، فوجئت بالناس اللي معاه، الثلاجه شالوها كسروها، البوتاجاز لما مؤاخذه برضه ورا مني حضرتك اهو مكسور بعزالي بحاجته كلها، واترمت في قلب الحاره. بقيت في الشارع. في قلب الحاره. انت كان عايش كام اسره في البيت اللي انت فيه؟ كان معايا 8. 8 اسر. 8 اسر. واحده بس اللي خدت تبويع. واحده اسره بس اللي استلمت. اه، والباقي كله انتوا قاعدين. والباقي يعني والباقي كان في ناس قاعده تحت مني وانا كنت قاعد فوق. انا شايفك كمان كان معاك انسولين كده. انا معايا حضرتك انسولين، انا بس متبهدل في حكايه الانسولين دي. بص حضرتك، انا بحط الانسولين، بجيب ثلج من الناس اللي هم اولاد الحلال، وطبعا باخد الصبح وبالليل. بص حضرتك هنا، ادي الانسولين اهو حضرتك،
حاطه في قلب المية بتلج، وباخد الصبح وباخد بالليل، ومش عارف اعمل ايه، مش عارف صراحة اعمل ايه، وانا موظف في مستشفى المنيرة راجل عامل، واترميت في الشارع بقالي 25 يوم على نفس الكلام، ومش عارف اعمل ايه حضرتك. قاعده هنا من امتى؟ انا قاعده هنا، جوزي من الحته هنا، بس انا متجوزه هنا بقالي 6 سنين واكتر كمان حضرتك. انا اتجوزت في الحاره هنا، اقسم بالله عروسه، دخلت هنا في اوضه، لما اخذ اوضه من غير حمام، كان جوز اختي، كانت اوضه جوز اختي، فحضرتك قعدت فيها. اخت جوزي اتجوزت، واخو معاه شاب عنده 24 سنه اخوه، فقال لي هطلع مع ابويا وامي فوق عشان نخدمهم، عشان المكان البيت دورين، هطلع. وافقت عشان اشيل جوزي على قده. تمام، فوافقتي تعيشي هنا. وبعدين ايه اللي حصل؟ وبعدين حضرتك لما جوز اختي طردني عشان الاسكان، قال لك انا عايز المكان عشان انا هاخد منه شقه، فطلعت قعدت مع حماتي فوق البيت دورين وثلاث اوض ومطبخين وحمام، فقعدت معاهم فوق. فجوز ساعه الاسكان عمل حصر مره واثنين وثلاثه وعشره، واحنا في البيت ده زي ما احنا، ورقنا كله على البيت. البيت اللي مهدود هناك ده حضرتك، اسامي جواز وبطايق وشهاده ميلاد وكرنيهات تامين صحي وكراسات حمل وبطاقه توميم، كله على البيت. ما فيش حاجه مش على البيت حضرتك. بعدين ايه اللي حصل؟ جم هدوا البيوت كلها عشان المفروض تاخدوا بيوت تانية. عشان دي تطوير عشوائيات، قال لك تطوير عشوائيات لازم العشوائيات كلها تشتال عشان مهدده الوعان. وافقنا ومشينا عشان ده قرار حكومه احنا ما نقدرش نتكلم فيه. حضرتك لما جه عشان يديني عامل لي انا حصر واحد، انا واولادي وجوزي وحماتي واولادها حصر واحده، حضرتك قال لي شقه واحده امشيكم فيها ولا شوفوا نفسكم. قلنا له الموظف اللي هو اسمه يسري، قلنا له ما تظلمناش احنا 10، هتظلمنا ازاي في شقه واحده؟ قال لك لا شوفوا نفسكم وخلص لكم. في حد فيكم استلم؟ ابوه وامه واخواته استلموا ومشوا، وحضرتك الجواب طلع باسم ابوهم. استلموا فين؟ استلموا في اكتوبر، مساكن في اكتوبر. حضرتك الشقه 42 متر، اوض اضيق من اللي احنا كنا قاعدين فيها هنا. قال له شوف نفسك وامشي مع ابوك وامك، قال له الجواب باسم ابويا وامي، انا ما ينفعش امشي معاهم ما اظلم نفسي. قال له خلاص اطلع اقعد في الشارع. وانتوا دلوقتي قاعدين في خيمه؟ قاعدين في خيمه اهو، وانا معايا طفلتين وانا اجهضت حمل كمان، من رميت حاجتي في الشارع والناس كلها تشهد انا اجهضت حمل. حضرتك لسه بنزل في الغد دلوقتي، وانا رحت الرئيس الحي وقلت له انا بجهض حملي من رميت حاجتي في الشارع عشان خاطر ربنا يرحمنا. انا ورق يعني انت حاجتك كلها مرميه في الخيمه كده؟ مرميه في الخيمه حضرتك، وبعمل اكل حاليا دلوقتي. وحضرتك شفتي كمان يعني الميه بتستخدمي من ماسوره؟ وحضرتك بنستخدم من ماسوره من الشارع. لما اخذه انا بحمي بنتي هنا، وانا لما اخذه انا بروح استحمى في الجامع في سيدي علي، وبنخش حمام في سيدي علي، والناس الله يبارك لها هنا فاتحين لنا الجوامع عشان الحمامات وعشان كل حاجه استخدامنا عشان احنا ستات. حضرتك انا كنت بنام على الناحيه الثاني، اتعرضت لان شباب من انا اعرفهاش بقت تقف تتفرج علينا واحنا نايمين. وحضرتك وكان في حالات اغتصاب هتحصل هنا مع بنات كبيره، مع بنات كبيره اهلها منايمها معانا في الشارع. يعني عايزين تتساووا بالناس اللي خدت احنا بيوت لان ورقكم سليم؟ لان ورقنا سليم وهم جو طلعونا من البيوت. وحضرتك الرئيس قال لك لو معاك ورقه واحده تستلم بيها، احنا مطلع الشخص ده من عين لازم تدي له عين بدلها. مش المفروض انك ترميه في الشارع، في ناس مالهاش حقوق واستلمت. احنا جايين عشان ننقل صوتكم ده، وان شاء الله باذن الله حضرتك احنا كمان بنتكلم على اللي ماليش حقوق وما كانش عايش جوه الحاره دي وخد، احنا عايشين وجه طلعنا وعمل مره واثنين ومية ومئة مره حصر واحنا قاعدين زي ما احنا، الناس كلها تشهد بكده. وحضرتك في ناس كتيره مرميه، في ناس والمصحف مرميه والمصحف بنشحت الاكل، وجوزي قاعد من الشغل، جوزي اترفد من شغله بسبب قعدتنا في الشارع كده، بسبب انه شغله في الفجر لازم يروح الفجر، بيخاف يسيبني انا واولادي عشان اللي بيدوروا في الليل يشربوا لا مؤاخذه ويسهروا، فبيخاف يسيبني فاعترضوه من شغله، بقت قاعده بشحت اللقمه. بقول الصورة مش محتاجة وصف ولا تعليق، احنا موجودين يعني الخيم في الشارع، السراير محطوطة على التراب على الأرض، يعني منظر ما يرضيش حد. وإن كان الناس زي ما هم بيقولوا معاهم ورق وليهم حق المفروض ياخدوه. حضرتك قاعدة هنا من إمتى؟ أيوة أنا قاعدة هنا من بعد العيد، رئيس الحي أنا مقدمة ورقي من 10 سنين، ورئيس الحي قال لي تسكني، جه اليوم الهدد البيت سكن منه نفرين ووقع البيت. انا بقول له انا مش طالعه لما بقى اموت هنا، قال لا تعالي ده انت هتاخدي، وخدني تحت باطه وقعدنا على الرصيف في القهوه من ساعتها وانا قاعده في الشارع.
وانا مولوده هنا، انا مولوده هنا، والناس اللي اتظلمت دي كلها مولوده هنا. حضرتك عندك كام سنه؟ عن 63 سنه. كنت قاعده لوحدك؟ قاعده، عيالي مش موجودين معايا، ابني الكبير ما توصلوا، عيالي يعني ربنا اذلهم بالحبس. قاعده هنا من امتى؟ انا عندي 63 سنه مولوده هنا، وبطاقتي على هنا ما اتغيرتش، وشهادات ميلاد عيالي كانوا ستة، بنتين متجوزين وقاعدين بالإيجار في مدينة بدر. كنت قاعدة في بيت هنا في تل العقارب؟ اه بيتنا 24 حرس الشنان. أنا عايشة فيه لما عيالي اتحبسوا، قاعدة وربنا بيرزقني من حيث لا أعلم. وجم بقى لما خرجتي وما تسكنتيش في أي بيت؟ والله العظيم هدى على حاجتي، ويمين الله أنا ناس ولاد حلال عملوا لي الخيمة. ليعلم بيا ربنا وأنا مريضة وعندي القلب. انا عندي جلطه وعندي القلب، واللي يعلم بيه ربنا، والضغط والسكر، انا حتى الانسولين عندي جراني في الكولمان بتاعها عشان اعرف امشي. وادي يا ابني بتاعتي انسولين في الكولمان. عشان اقدر اخد انسولين. ما وعدوكيش بحاجه يا حاجه؟ يعني قالوا لك مثلا قريب او؟ لا والله ما ظلمنا ورمانا في الشارع، الخلق دي كلها ظلمها ورماها في الشارع، رئيس الحي ورأفت زمزم اللي هو الضابط اللي في ال. انتوا كام واحد هنا يا حاج؟ احنا كتير قوي، احنا كتير. الخيمه دي فيها اتنين تاني معايا، انهم شغالين في المذبح، راحوا المذبح والوقت ييجوا. بتاكلوا بتشربوا منين؟ من باب الله. بنجيب علبة كشري، بالليل بنجيب رغيف سمين، في واحد شيخ هنا اسمه ايبت. الشيخ علاء بيدينا اكل وبيدينا فلوس. والميه، الميه منين؟ الميه من الحنفيه اللي ستك شايفها دي. ماسوره موجوده. الماسوره دي الناس عملوها لنا وقالوا اشربوا منها. بنملى الجركن الجرده نحطه ونشرب منه، بس القطط خنقانه وفي حشرات وشمس. يا لم ربنا يا ابني، الظلم حرام. احنا عاوزين القلب الحنين اللي يحتف علينا عشان الناس ست تعبت والناس دي تعبت. هي العيشه دي اروح فين؟ لو البنات متجوزين رجاله قرايبنا هقدر اعيش معاهم، انما كل واحده متجوزه راجل غريب ما يتقنيش. انت على راسنا يا حاجه، الله يخليك. ربنا ان شاء الله باذن الله يعني مش هيضيع حقك ان شاء الله. ربنا اللي عالم بينا، لو انا بطاقتي مش على هنا ما يدينيش. انا بطاقتي وشهادات ميلاد عيالي وكله على السيده زينب حرت الشناوي. ادي ابني اهو مش موجود محبوس، وابني الثاني وبطاقتي وكله على هنا اهي. اتفضل. ايوه يعني 63 سنه انا مخلوقه في الحته دي، ما اعرفش مكان تاني. الهي ربنا ينجيك ويسترك زي احنا جسدنا. عراني رئيس الحي وسام عراه جسدنا وعرانا ورمانا في الشوارع ما يرضاش ربنا. شكرا. يجي يشوفنا. الله يخليك يا ابني. على الجانب الآخر، وضعت الدولة خطة استراتيجية خلال العامين الماضيين لتطوير المناطق العشوائية، وبدأت بمنطقة الدويقة المعروفة الآن بالأسمرة.